سمعنا الجميع حتى النهاية، والآن يجب أن نعرف قرار سادة المجلس أختي. نعم، لقد حان الوقت أخي. في هذه الحال، ومن أجل عدم حدوث انقسام بين القبيلتين، وإلى أن يحين موعد انفصالنا، أنا أقترح أن يكون توتكين هو القائد. أما بشأن أرطغرل، وإلى حين أن تشفى يده، أقترح أن يترك أمور الحرب ويرتاح. من يقبل بهذا؟ المحاربان دوغان وتورغوت، وإلى أن ينتهي الشتاء سوف يعيشان في هذا المخيم تحت إشراف أرطغرل، والمحارب عبد الرحمن إلى حين أن نعلم إن كان تورط فعلاً أم لم يتورط في الفخ الذي نصب لتوتكين وابن أختي غوندوغدو، فأنا أصدر قراراً بأن يحبس الآن في خيمة السجن. هذا جيد. ليحفظنا الله من أخطاء الحكم والظلم. آمين. وندعو الله أن يمنحنا القوة والعزم لتنفيذ القرار. آمين. أهناك شيء آخر أرطغرل؟
ابن سليمان شاه أرطغرل سوف يحترم قرار المجلس، وأنا أتمنى أن يحفظنا الله جميعا من القرار الذي اتخذتموه. آمين. لكن اعلموا أيضاً أن نظرة المحارب تكون أقوى من سيف الجبان.